مرحبا بكم وطنية ميديا وطنية تي في وطنية نيوز طيف يعطيكم الصحة. اليوم حضرنا في الإفطار الجماعي اللي نظمته جمعية ناس الخير. جمعية ناس الخير مشكورين جدا جدا جدا. الحاجة المليحة اللي داروها أنه داروا 1000 وجبة وين عرضوا أعيان المدينة، عرضوا عائلة المدينة، عرضوا المواطنين. الحمد لله توجهت لي دعوة في فيسبوك، جيت بالعائلة تاعي وين حضرت مع الشباب وين حضرت مع المواطنين الصيفيين في لابراش، حنا نسميوها لابراش الجردة تاع الصيف هذه في الشيمينو، وين كانت فطور جامعي فيه 1000 وجبة، يعني وين كانت حاجة لمت الشمل، وين الأصدقاء وين الأحباب وين ولات الحومة ولات الكارتي كما نقولوا تلاقوا مع بعضهم بزاف، خاصة الجمعية الحاضرة. واش راح نقول، وطنية يعطيكم الصحة، غطيتوا هذا الحفل البهيج. أنا نعتبره حفل ما داموا جاي في شهر رمضان الكريم، نعتبره باللي حفل جماعي لمواطنين وشباب وجمعيات ولاية سطيف. وطنية يعطيكم الصحة.